طيب هلا شباب شو بدنا نساوي؟ في عنا ORM سكيما وبدنا نعملها كلها مع بعض هيك براكتيكال سيشن، نكتبها كلها بديسكريبشن لوجيك مره واحده هلا حسب طلبكم. ليش؟ لانه انا لما درست كل عمليا كل كونستراكت في ORM كيف نكتبه لحاله. في ناس كثير بحين اوف طب لما احطهم كلهم مع بعض كيف اكتبهم كلهم؟ كل اكتب كل هاي السكيما بديسكريبشن لوجيك. طبعا هون هلا لما نكتبها احنا هسه بنكتبها بس بنتعلم كيف نكتبها بديسكريبشن لوجيك. بس هذا الكلام يعني انه هاي الرسمه انها مش رسمه، هاي عباره عن معرفه. يعني ORM هون مش عباره عن رسمات ملهاش معنى، كل رسمه لها، كل نوتيشن لها معنى او لها سيمانتكس محدد. فنشوف كيف نكتب هذول الموجود عندنا هون كيف نكتبه في الديسكريبشن لوجيك. فببدا بقول مثلا بيرسون ماله بتطلع طلع هذا الكلام شو معناته؟ معناته انه انا بدي اعرف وكانه شو تعريف. مش احنا اخذنا انه بالديسكريبشن لوجيك احنا عمليا بنعمل هذا اسمه تي بوكس، مزبوط؟ اختصار لايش تي؟ تيرمينولوجيكال بوكس. فانا بدي اقول شو تعريف بيرسون هون اوليا؟ قول هو الاشي، هو الاشي اللي affiliated with company works for company or owns account وإله سب تايب مانجر. فبنقول هو الاشي اللي affiliated with company. على فكرة بقدر أعمل هيك، برضو أعمل copy paste وأقول إيش أبدلها هيك works for company وكمان شو أساوي وهاي أبدلها أقول owns دوت اكاونت. هذا تعريف بيرسون، هذا تعريف بيرسون. هلا بدل ما اكتبها هيك، في ناس بحبش اكتبها هيك، فشو بيجي بيساوي؟ بنحط ما هو طلعوا في كل لما بكون في عندي نوليدج بيس، انا لما بكون في عندي نوليدج بيس كل الجمل المكتوبه حتى لو ما لهاش علاقه ببعض في بينها ايش؟ and كل الجمل. يعني انا بقول لك اليوم الدنيا او اليوم درجه حراره 25، امبارح ما كانت درجه الحراره 29، اليوم في ترافيك جام، في ازمه سير، امبارح بكى في حرب، بكره بده يصير، بكره عيد كذا كذا. انا بقول جمل متقطعه، مزبوط؟ هلا بلوك واحد هاي النوليدج بيس شو مالها بين كل الجمل؟ وكاني بقول اليوم الدنيا، اليوم درجه الحراره 24 اند امبارح درجه حراره 29 اند ببلش. فالجمل بينها ايش؟ اند. فهذول كتعريفات انا ممكن اقول ايش بدل ما احطهم هيك مش حلوين. في ناس بيجي هيك طريقه كتابه، نعملها alignment ونظبطها هيك بالضبط الطريقة هاي. شايف؟ هاي تعريف بيرسون، هاي تعريف بيرسون. طيب هاتوا نعرف ايش احنا مانجر، صح؟ شو تعريف مانجر؟ هو نقول هو نعمل كوبي بيست هون، هو والشخص اللي والشخص and manage
مانج ايش كومباني. بقدر اكتبها هيك وبقدر اقول اعملها كمان زي ما بتحبوا ستايل هاي. هاي شغلة ستايل. هاي تعريف مانج. هاي واضح؟ بس لو انه في فاليو هين مشان نشوف كيف الفاليو بتعمله شوي شوي. خلينا نخلص تمام. هلا شو اساوي؟ بدي اعرف ايش هلا انا؟ كومبان. هات نعرف ايش احنا؟ نعرف كومباني ولا اكام بدكم؟ نعرف كومباني. كومباني نعرف كومباني. فالكومباني هي نقول سبسيت الاشي اللي شو هاي؟ affiliated with اشي employees person ممكن يكون company employees person بكفيش لما نعرف البيرسون هذا employees. في employees هو؟ ناقصة. أنا بس عندي هالمعلومات. خلص. أنا بيكذبش. إنفرس بتحط. لما حطيت ليش تحط في داعي نحط إنفرس إحنا لما نحط للروك؟ هلا هو هيك ما هي الإنفرس أصلاً كل ريليشن هي إنفرس. إمبليس دائما. ليش تحط في داعي؟ في داعي وأنا أحط. خلينا نشوف بس أنا لحد هلا مش شايف. ما خلص هلا. ما هو كلمة كومباني ما هي وردت هون ملاحظين؟ كلمة كومباني هاي كومباني 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 ما هي وردت وردت يعني لو قلت بصير امبلايد ما هي تكرار بصير امبلايد يعني ما اشتري البنك والبنك موظفني زي ما حكينا ما اشتري البنك والبنك موظفني وشو استفدنا ليش الجملة الثانية؟ إيه لا إذا موج... إذا كلمة موظفني موجودة بحط بدك تروح تعرف بس عشان مش موجودة بس يعني مش موجود نشنف هلا هاتوا هاتوا نلعب على هاتوا نعرف اكاونت طب ليش مره موجوده مش موجود شوي لا نناقش هاي الاشياء هسه نناقش هذا الموضوع انا بالعماده بسويه اللي بدنا نناقش هذا نعرف الاكاونت شو هو اون بوس نقول اكاونت باي دوت سوري اون باي مزبوط اون باي دوت بيرسون ان بصير بس يعني حسب الستايل اللي نستعمل الى حد ما يعني اند ولا اسمه تقاطعين فاي اند ليش اوراند اوند باي كومباني مزبوط في كونستنت هنا يا شباب هنا مزبوطه هاي افرض انه فيش كونستنت هسه خلينا اون باي كومباني اون باي بيرسون مزبوط شو رايك هنا شو ما انت قلت لها مش امبلاي مش هاي لا ليش مش مزبوطه هيك معناها انه لا تريد تكون اول لازم تشاهد اول لا ما هو هون حطينا ما شو ما فيش انسى كونسترين افترض انه مش افترض انه هذا مش موجود صح مزبوط يا منى تاكدي مش من ضروره لانه الاكونت يكون لشخص هذاك الاكونت ثاني الغلط العظيم اللي غلطوا فيه قلت لكم ألف مره انه الاوند باي هاند والاوند باي هاند They are completely different relations في الديسكريبشن completely different في الORM هاي بس ليبل ملهاش معنى internally بسمح internally داخل الجهاز بكفي رقم هذا داخل المدرة اللي بتسووه هاي بكالها اشي وهاي بكالها اشي بس انت بتشوفهاش بس في الديسكريبشن لوجيك عشان انت بتكتبوا الاشي التكستوال هاي ريليشن وهاي ريليشن فهاتوا نعطيهم كل واحدة ليبل مختلف فهاي هاي مرات مو احد يعني مش احد المشاكل هاي الاختلافات في المابينج فبدي اعطيها ليبل بيختلف اني نعطيها واحد واني نعطيها اثنين هذيك اللي اون باي ولا اني تاع كومباني قديش نعطيها واحد ولا اثنين واحد يعني هاي بدكم اياها واحد وهاي اثنين زي ما هي
هاي خليها زي ما هي. هنيك واحد. وهاي واحد. بس هاي واحد. مزبوط؟ موافقين؟ موافقين. هيك الاكاونت عرفنا. هلا في شيء معلومة ناقصة ضايلة. لاحظ إنه هاي الكم owned by one والowns لاحظ هاي ليس هناك ما يعرف إنهم inverse لبعض. مزبوط ولا لا؟ تقدر تعرف إنهم inverse لبعض؟ لا بس بنحط الـ شو نقول؟ منقول إنه الـ owns أو الـ owned by لا مش بيرسو ما هي owns بشكل عام بغض النظر هي inverse كيف نحطها ناقص بعرفش يعني هالناقص لازم تيجي لفوق شوي في إشارة ثانية حاول تختار بس. شو معناها هاي؟ هاي شو معناها؟ ها؟ هاي شو معناها؟ هاي الأوند باي إنفرس لأوند. إن الأوند باي إنفرس لل. هلا خلينا نطلع ضل إشي هون معرفناه هو وش يا شباب؟ ضل في ريليشن. ريليشن اشي ما عرفناه ما ظلش كله عرفنا عرفنا المانجر هذول كلهن وردين المانجر والوركس فور كلهن وردين صح قناتهم عرفها كل ورد مزبوط هات والله ناحية نشتغل على كونسترينتس نبدا بها كيف نسويها منقول يلا يا وليد وليد انت مالك ساكت بس يلا اجيبك كعدك بحده وليد ليش؟ وليد تويد تكافئ ويرك وليد اسمك وليد انت؟ تقريبا الافلييتد باي نحط نقاد السيمبول اللي هو الانزير هاي الورس أني واحدة هاي وريد affiliated with works for هاي وين موقعها في الـ ORM مش شايفها تيجي هون لا شايفها بقول لك يعني أني واحدة اللي بين التور لاشن works for هاي ما هاي طب هاي كيف نسويها يا ديما؟ ما ديما؟ أظن هاي بدها تكون إنه سبسيت يلا احكي إن مانجز سبسيت من وركس فور بالضبط شفتوا علي؟ ها؟ طيب نيجي هلا لها هاي كيف نسويها؟ مين مين؟ هاي هادي اون باي ون شام لعيونكم اون سبورت ها؟ اون سبورتد هاي؟ قطع عفوا اون باي نتفرج على كيف تعلمناها هاي مريت نعم ما اللي دوري كيف سويناها تختلف هذا عنها هذا نفس المثال شو بتختلف عنها مش نفسها تأسف مرت قبل شوي بس صار صايب هيك نفس المثال شو ديما يلا نكلم
owned by person. Yes. Owned by person. Owned. By person. Subject. Subject. Not لها دوره على مادة الكنازة اللي تحت شوي. بكتبها هيك أنا. Owned by one.com. وين الغلط هذا يا ماهر؟ جاي تقول لي طلع هل شو بتقول؟ owned by dot person هي subset من not owned by dot person dot company. شو رأيك؟ صحيح. استرها. owned by company. مؤيد. سجل الجن على اسمه شوي. وليد. ما عطيتنيش فرصة جاهزة بالأول. الآن دي الأول ما من أول ما عرفنا الأكاونت. باي دوت بيرسون أنت هون باي. أنت باي أكاونت مش مجموعة من أنت باي أكاونت. أنت باي أكاونت مش مجموعة مش سبست من أنت باي ون أكاونت. شوف. كيف؟ أكاونت ولا كومباني وبيرسون أول إشي. لا أكاونت في تنتين أكاونت. لحظة. هاتي نفسر شو معناها؟ شو معناها؟ معناها الأكاونت يا إما بيرسون يا إما لكمباني. لا بنحكي عن الأكاونت. الأكاونت الأونت باي أكاونت نت سبست من الأونت باي ون أكاونت. احكي يا مان. وضح قصدك عمار. ها؟ كمان مرة عشان الشباب. إذا كان الأونت باي أكاونت مش لازم يكون أونت باي ون أكاونت نفسه. بس يكون اختلافات تمام. بصير شيء هذا يعني انت الاوند باي قصدك الاوند باي دوت اكاونت دوت اكاونت نت سبست من الاوند باي 1 اكاونت كومباني اكاونت. بعرف شو رايكم. يلا بدي اياكم تتناقشوا. حكي مضبوط من الجهه الثانيه. بيرسون اونز اكاونت بيرسون دوت اون. بصير حكينا بيرسون اونز اكاونت صح. شو صار؟ سكتوا يا عمي. الضحك ضربت بريك لما انا فتي. شو في شو حكوا يا اختلف. هجموا علي هجوم قاسي. شو كان كلامك يعني الناس الاو ار ام يعني. لا انه هو صراحه اذا اخذناها بين الكومباني والبيرس بيرسون بصير. بس هلا اخذناها بالاكونت جت بصير بصير قديم. هلا طلع بصير. انا هلا احنا بكينا نقول affiliated with dot company. هلا انو الدومين انو الرينج. الدومين بيرسون والرينج كومباني. فدائما بعد الدوت شو نحط؟ نقدر نقول affiliated with dot person. بتقدر؟ مش معي. يعني كل ريليشن منهن هي لها اتجاه. في لها دومين في لها رينج.
فالدوت في الدوت احنا شو بنحط؟ الدومين ولا الرينج ديما؟ الرينج. طب شو الرينج الاوند باي؟ كومباني لا اون بيرسون كومباني اون بيرسون حسب الرينج للاون باي يا عم الرينج للاون باي هو الاكونت الرينج شو يعني بدك تبعت الاكونت يعني هذا طلع هون اونز طب اونز طب لحظه اونز دوت كومباني ولا اونز دوت اونز دوت اكونت owns dot account معناته owned by person. لا او هي اونز اونز عمار الاونز هاي شو الدومين تبعها وشو الرينج اكاونت طيب الاوند باي شو الدومين اكاونت شو الرينج اونز بيرسون بيرسون دائما بزبط انه نقول لما بدنا نستعمل اوند باي اذا بدنا نستعمل هاي الناحيه اذا بدنا نستعمل شو لازم بعد الدوت تيجي هاي واحد هلا لسه ما خلصناش كلام هاي احنا هاي وضحت لكم جانب من الموضوع طيب بجوز يلزمني احكي عن انه مش مشكله هاي بالاو ار ام نحطها هون انتم ما تفكروش او ار ام تقول لازم تفكروا ديسكريبشن لوجيك هلا في ديسكريبشن لوجيك انا بدي اعبر عن اشي مش شرط يبقى دايركتلي هل بجوز بدي احط اونز وهي اسميها واروح اعرف واحده جديده اسميها اونز 1 واجي اقول اونز دوت اكام تتقاطع ايش مع اونز 1 دوت اكام دوت كومباني دوت اكام دوت اكام فاستعمل هذه كلها هاي يعني اتفقنا على دومين والرينج اول اشي مزبوط هلا احط owned by dot person تتقاطع مع owned by one dot company واللي أعرف أعرف هذه owns هون owns one أسميها وأقول owns dot account تتقاطع مع owns one dot account هاي ولا هاي يا ديما أنا بالنسبة لي لما بدي أقرأ أوضح لي إنه تكون owned by person owned by company. هي مش أوضح يعني الصح قولي لي المقصود بـ ORM شو هو بـ ORM شو المفهوم اللي هاي هاي الإشارة بتساويه وشو المقابل له بالديسكريبشن لوجيك هيك بدنا نفكر لأن احنا هون لازم نفكر ديسكريبشن لوجيك مش لازم نفكر ORM هلا هاي شو معناها بالـ ORM انه شو معناها انه في عندي إشي مملوك إشي مملوك من كومباني وفي عندي إشي مملوك من بيرسون مش لازم يكون هذا الإشي نفسه مش هاي معناها الرورين طيب يعني في إشي مملوك هيك معناها الأولى زيح لي اللوح عندي الكاميرا في عندنا مثل هيك نقول ركزوا معي ارسمها عشان في عندنا هون كنا ايش اكاونت مزبوط او خليني بديش ارسم اكاونت بدي ارسم A و B في عندنا هاي A تلعب دور مع B وسي وانا هنسميها ايش ار 1 ار 2 ار 3 ار 4 وفي عندي انا هون ايش الكونستريت اللي بنحكي عنه هل
لو جيت قلت R1 subset من يعني اللي هي النيجيشن ل R3 و R لو أجي أقول R4 R2 برضو not equal إيش؟ صلحوني يا جماعة أنا R1 dot B dot C لو بدي أجي أقول R2 dot A not equal R4 dot A. هلا هاي شو معناها وهاي شو معناها وشو معناها هاي بالضبط؟ هاي شو معناها هاي؟ إنه هاي معناها من يلعب R1 من يلعب R1 لا يلعب R3 من يلعب R1 لا يلعب R3 صحيح؟ صحيح. من يلعب R1 لا يلعب R3 كان ايه كان كيف مش عارف صح اكيد وليد احسمها خلص انا حسمها انا رديت على الناس مش علي من يلعب R1 لا يلعب R3 صح هاي شو معناها وهي شو معناها؟ شو معناها؟ إذا لعب بي R1 فإن سي لا يلعب R3 إذا لعب بي بي R1 مع R1 فإن مع R1 صح فإن سي سي لا يلعب R3 لا يلعب R3 لا مش اختلفت فيك هيك ترجمت أنا بديش ترجم لحرفيا كل شو معناها أيانس سبحان ناس مش عارف صح بس هي غلط هاي طيب يلا أعطيني فوق فوق أنا بدك هيك أقرأ لك إياها زي الماكنة الإشي اللي بيلعب R1 مع B الشيء هيك هيك دائما هون لما هاي الضغط وتبقى وراها فاضية الشيء يعني بنقول مثلا مبني المجهول بالضبط الشيء بنقول الإشي اللي بيلعب الشيء الذي يلعب R1 مع B لا يلعب R3 مع C طب هاي الشيء الذي يلعب R2 مع A لا يلعب R4 مع هاتوا نقول شو يعني؟ أنا الثاني غلط ثاني غلط منى الشيء الذي يلعب R أنا أذكر هاي أنت تحت الشيء الاشي اللي بيلعب R2 مع ايه بيلعبش R4 مع واللي فوق الاشي اللي بيلعب R1 مع B لا يلعب R3 مع C طب استاذ ليش حطيت R4 ليش مش R3 R3 متحت جنب R3
اه رد عليها عمار، ردك مزبوط. هو انا مقتنع في كلام سواء نفس السؤال بس آه. حاسس انه صح انه الار فور ما لهاش يعني جدا. يعني الجمله الثانيه اللي تحت مش دقيقه كثير، مش مزبوطه. لا هو فكروا ار ام. انا بدي افحص عندي واحد لازم احط، يعني مش شرط انا بحط. انت تطلعش انه انا بدي احط هاي بين هاي وهاي. انت هون بجوز انك تفكر ورا تفحص، بجوز انه لازم تسوي هاي. مش يعني كلش تطلعوش على السنتكس، بتفهمني المعنى الشيء اللي بيلعب المعنى. ما هو مظبوط، هو الشيء اللي بيلعب ار 2 هو ار ار 1، والشيء اللي بيعمل يلعب ار 4 مع سي هو ار 3. اذا صحيح الجمله اللي تحت صحيحه يعني. لا شو الشيء اللي بيلعب ار 2 مع اي؟ شو هلا الجمله اللي تحت بتقول لك انه اذا الاشي كان بي بيكون سي، وهي اشي هاي هي انت طلع وين كل سنت مخصوص كل سنت وين اللي تحت. هلا الاشي اللي بيلعب ار 2 مع اي هو بي، واللي بيلعب ار 4 مع اي هو سي. فالجمله اللي تحت بتقول لك اذا كان الاشي بي بيكون سي. لا لا لا، الاشي اللي بيلعب ار 2 مع اي هو بي. مظبوط كلامك. ارتو مع ايه؟ بي. والإشي اللي بيلعب ار 4 مع ايه هو سي. فالجملة اللي تحت بتقولك إذا كان الإشي بي بيكونش سي. اللي هي إشي يعني عمالك مش عم بتزيد أي معلومة أنت على الحكي الموجود عندنا. ايه فاهم كويس، لا ما أعطتكش معلومة. ما قالتلكش إنه ايه بيقدرش يلعب ار 1 و ار 3. بس قالتلك إنه بيقدرش يلعب ار 1 و ار 3 مع نفس الإشي. الثانية بتحكي عن تو انتيتيز. مش مقتنع بكلام انا. الثانية الشيء هون بيختلف عن الشيء هون. الشيء بيلعب ار 1 مع بي شو هو؟ ايه اصلا شو معناته بين ار 1 مع بي شو هو؟ اللي هو ايه؟ هلا اللي فوق بتقول لك اذا ايه لعب ار 1 مع بي بيلعبش ار 3 مع سي. جاي لك بعد العيد ايه او اي شيء ثاني، اي شيء رح يلعب رول ار 3 مع بي مش رح يلعب ار 3 مع سي. هذا هو الصح يعني. الثاني صح صحيح. الايه الفوق اللي صح بالقارني يعني لو قارنا بين الشيء الذي يلعب ار 1 مع بي لا يلعب هذا الشيء مع سي. مظبوط. ثانيه الاولى مظبوطه. طيب الشيء الذي يلعب ار هاي ايه؟ ار 2 هاي ايه؟ وهاي ايه؟ ايه؟ طيب هاي الشيء الذي يلعب ار 2 مع ايه؟ بي لا يلعب او هي الناس نسميها لا يلعب تقاطعهم فاي يعني 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 الشيء الذي يلعب مع ار 1 وكأنه في احنا نقول اي برايم واير برايم برايم تقاطعهم فاي وهاي بي بالصدفة هيك وقالت هاي سي تقاطعهم فا كونسترين محطوط على هين على ار 1 وار 3 يعني ار 2 وار 4 ما عليهم كونسترين زمنك بتفكر او ار ان يعني انا بصر انا كل هذا الجدل كل هذا الجدل اللي انا عملته عشان اخليكم انا كل بتفكيركم من الاو ار ام لا ديسكريبشن لوج احنا مصرين الاو ار ام مصرين الاو ار ام هلا انا شايف انه بتنصح أنا الأولى الأولى طيب أنا بسأل وليد ما فيش فائدة يا وليد أخر شوية بجيبك فوق شو هي معناها وليد؟ إحنا إنه عندنا مثلاً A يا إما بعملها B يا C بصير شيء اثنين شو يعني؟ أنا بدي أحكي أنا بالنسبة لـ ORM تطلع الثانية غلط عشان زي ما أنت حكيت لنا هاي شو معناها بس هيك؟ لوحدك هاي شو معنى هاي الكونسترين؟ انه ممنوع اثنين يعمل ممنوع اثنين يلعبوا هذا الدور مع بنفس الوقت ممنوع ار 1 اثنين يعني ممنوع ار 1 ممنوع ايه ممنوع ايه يلعبوا تلعب دورين مع بعض مع بعض هاي بنفس الوقت لا هون ما جبتش سيرة هون ما جبتش سيرة بي هون جبت سيرة شو هو؟ بي بي وسي هون جبت سيرة طب مو الشيء مو هو في ريفرنس ما جبتش سيرة بي لها سؤال خلينا نسأل سؤال انو بيقول منكم انه ايه هاي هي الصح 100%
اثنين صح يعني صح المطلق وثاني غلط ولا لا حسب ما نقول صح انا بقول هاي الصح انت بس قبل انا احنا انا بقول هاي الصح هاي صح هذا غلط ولا صح هاي صح ولا صح لا انا اللي هي هاي انا تفسير هاي هاي ولا هاي الاولى الثانية غلط ثاني غلط لا الثانية ثاني مش تفسير لا سؤال انا شاك انه 90% صح و10% صح واحد او اكثر يعني هاي مثلا يعني نسبه يعني اكثر الاولى اكثر يعني هل انا بقول عن هاي غلط 100% 100% لا انا ضد مش انا مش غلط مش غلط 100% لانها انها قصدي معنى هاي ولا غلط صح 100% عشان بس انت عمار هلا انا هل هاي تفسير هاي انا بقول انا بتفك انه الاخيره هاي هي المابينج تبعت هاي يرفع اصبعك هذا المابينج تبعت هاي لا ولا المابينج تبعت هاي مش الكونسترين انت بتحكي الاخيره بتحكي عن بي وسي هلا انا ديسكريبشن بدي احكي ار ام الاولى صح والثانيه يعني بدي احكي انا ديسكريبشن لوجيك هيك لا انا بقولش انه سينتاكس تبعها هاي صح ولا غلط ما مش هذا اللي بقول انا بقول المعنى هاي اللي كتبته هون مثلا هاي معنى هاي الكونسترين بالاو ار ام بدي امثله بالديسكريبشن لوجيك امثله هاي ولا بهاي عمار بس من تحت أصح خلينا نحط 60% هاي 40% أنا هو عنده نسب أنا هو بقول 100% هاي صح 1 2 3 4 5 6 بضل 100 شريهان وليد يحكوا صح نسبة description لوجيك بطين بحط اثنتين معلش مش هاي 50% وهاي 50% لا لازم يكون واحد 45 واحدة لك واحدة أكثر لا بحط الأولى اللاعب الثاني أكثر بعطيه 55% بالتأكيد الأولى أكثر طيب نشوف القاعدة شو بتكون نشوف القاعدة شو بتكون بس أنت حددت بدي أرجع على السلايد قطعة هاي القاعدة شو بتكون القاعدة؟ إس هاي إس وهاي آر صح؟ بنقول إس دوت سي تتقاطع لا تتقاطع مع الأولى يعني مع مين؟ مع مين؟ يعني الأولى سؤال شو يعني يا ديما؟ أنا الصح منهم صارت الأولى الصح ثاني غلط بس على فكرة أنا هسه وأنا بتطلع مثالي غلط ولا صح هنا؟ لا خطأ مثالي غلط مثالي غلط في غلط تحت علم عليها؟ او اون باي 1 تزمي مش مضاد ليهاش يفهم علي شو بتصير ف يعني هلا هلا سكتها سهمه من هذا مبين انه غلط جيب لهم مبين ايش بكتبت هو والله طيب ف ليش؟ لانه الشيء هذا مش كومباتبل اصلا هن ديس جون هن اصلا مش كومباتبل هذول هن اصلا مش كومباتبل الشيء الذي يلعب زي ما حكت ديما على فكره اثناء كلامها بس هي ما كانتش كونفيدنت انه هو الاشي لازم اشي كنفسه مره يعني الاشي هذا هيك من يلعب ار 1 لا يلعب ار 3 معناته اللي بيلعب ار 1 مو ار 3 ايش لازم يكون نفسه على فكره هتعطيك مثال السؤال دكتور هتعطيك مثال بس شويه اعطيك مثال هاي اقول لك هيك هاي هنا R5 و R6 هيو بيلعب يعني أو هيك حتى وهاي دي لاحظوا انه خلينا نقول هاي R5 وهاي R6 لاحظوا انه لاحظوا حط هاي هلا الشيء الذي يلعب R1 و R5 بصير لاحظين يعني لازم نكون احنا كثير دقيقين يعني مسموح لـ A يلعب R1 مثلا و R5 مسموح لـ تكون علاقة ثانية
بين مثلا علاقة ثانية بين بي وإيش وإيه. هاي مثلا R 7 و R 8. فهنا شو معناته هذا الكلام؟ بدون يعني هاي في علاقة ثانية بيقدر يلعبها R و A بيقدر يلعب. وعلى فكرة على فكرة خليني أكون أكثر دقة ها. وهاي خليني أشطب هاي بس اسمحوا لي معسي ممكن صح ولا لا؟ ممكن لا يعني في علاقة وكمان واحد هون فيه بيمشي بمنع أنا أمي اللي لحظة اللي بيلعب R1 و R A's الأكاونتس اللي owned by R1 سوري owned by 1 owned by 2 هم اللي بيلتعبوش هم إيش اللي بيلتعبوش كمان مرة ألخص ألخص خربشكم مجهود أنا يعني الاي يعني هيك اذا هاي اكاونت هاي طلع هاي اذا هاي اكاونت هاي شو هنا اونز هاي مش اونز اكاونت اوند باي اكاونت اوند باي كومباني وهاي اوند باي بيرسون هلا عشان خلينا نسمي هاي واحد ها هلا بنقول الاكاونتس اللي owned by بس لاحظ owned by تتكررش مع اي شيء ثاني هلا دائما مع person الاكاونت اللي owned by person مش ممكن تكون owned by one هيك الاكاونت اللي owned by مش ممكن تكون owned by company owned by one أنا بسميها one هي مش مشكلة هي تتكررش مع حدا ثاني بقدرش أقول بقدرش أكتب في مكان ثاني owned by one طب ما هي دكتور برضو أنا مش مقتنع لسه في الدرجة على النقاش طب ما هو ال person اللي owns account هذا لا يمكن يكون الكومباني الأكاونت الأكاونت هذا كمان مرة ال person person اللي owns account A account هذا آه. لا يمكن يكون الكومباني اللي owns account A شوي مش ممكن يكون الشركة اللي تملك حساب شو جبت شيء جديد؟ نفس اللي حكيناه تحت يعني بدهاش هاي لازم نحكي عن حساب أصلاً احنا بدها بدهاش لازم نحكي عن حساب اقتنعت خلص استسلمت أول مرة تقلبوني بس طيب آية وين أنت بكل التقاطع فاي؟ إذا كانت الكونسترينت هذا هم عكس بعض لما نقول مش عكس بعض سوري الانفرس تبعهم في سلايد في بينها تقاطع فاي كونسترينت في هذيك بتحكي على بين الكلاسز مش بين بتحكي على بين الكلاسز مش بين الرولز فبالتالي owned by dot person not owned by one owned by one dot company كيف؟ طيب هيك شو ضل شيء ثاني؟ تبعناها كلها ولا لا؟ شكله لا غلط يا دكتور ليه؟ رجعنا للثاني هيك لا الله مزبوط كلامك مزبوط كلامك مزبوط 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 ولا لا؟ شوي شوي خربشتوني شو رايك يا منى؟ لا هيك مزبوط هيك مزبوط تأكد شوي تأكدي نمشي من عند مؤيد مظبوط هذا مظبوط ديما منى شريهان اسراء عبير وليد عمار
انا شايف واحد دكتور شخالف حماهر انس شايف لا غلط هيك بدي اياك تحداهم كلهم يلا شو لازم تلقى شو لازم تلقى اكونت اذا قلت لك كلام انا الصح معناته كلنا مش فاهمين بيرسون لا دوت اون بيرسون دوت اون هذا بتشوف ليش بيرسون دوت اون بده ايش بده هات ايش بيكون هو بيرسون دوت اون بدل اوند باي بيرسون بس ليش تحط اوند باي كنا بس ليش تحط اوند باي بعدين تحط الدومين تبعها صح اوند باي بتكون الريش بيرسون دوت اون هيك بيرسون دوت اون اونز دوت بيرسون صح ما هي اس نوت owns1.com هيك بنحكي على الاكونت حطيت الدومين مع ما بصيرش الدومين برينج احنا بنحكي هيك بنحط الرينج انا صرت انسى نفسي شوي 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 ما تجيبوش هالزلمه خليه يدافع عن حاله هاي هاي كنت خليه يدافع عن حاله اما بنحكي عن الاكونت خليه يدافع عن حاله شوي خليه يدافع عن حاله ايوه دافع عن حالك هيك بنحكي عن الاكونت اه هيك تفضلوا سخفوا الاكونت ليك هذا ريحك هيك بيرسون هيك بيرسون دوت اونز مش بيرسون دوت اونز فيش بيرسون دوت اونز اوكي الرول كابيتال الرول الاشي اللي بيملكه البيرسون مش نفس الشيء اللي بيقوله نفس الكلام اللي حكيته انا قلت له غلط اه انا سمعت تفهمت وانا خربشني معاه ارجع لا لا طب يا اخي تستعجلش عليه خلينا نرجع الرول عشان ارد اجمع افكار طلع هان طلعش هان طلع هان شوي خليه طلع معلش تعرف شو خربشة؟ إنه الرول جاي من هاي الناحة والأكاونت في رسمتي جاي من هاي الناحة. كليبها هيك يكون في طعم. هلا إس لاحظ أول إشي مزبوط أول خلينا نتفق على شغلة. إحنا بنأخذ الإس والآر اللي هن محطوط عليهم إيه؟ الإكسكلوجن صح؟ خلينا نتفق إن نحط الرولز هذول. بعدين نحط الرينج تبعته. نختصر. فا اقنعكم؟ اقنعكم؟ شو اللي اقنعنا؟ بشو؟ بس هم الصح طلعوا اه ايه هذا هو اقتنع طيب مش عارف شو ظل نضيف؟ نضيف في فاليو بس شو طيب بكل مؤيد نفترضوا جدلا انه في عنا بنحط فاليو وبدنا نحط مش بس فاليو خليني انا احول علي الكاميرا مش بس فاليو عشان في يونيك دكتور حسين اكبر منه ويساوي كمان واحد ها خلينا نتك هيك خلينا نحكي هيك في عنا اكبر في عنا اكام وكنا هاي موجود هيك زي ما بدي اكمل على الرسم بدي اكمل على الرسم الاكام في إلو تايب والتايب في إلو ايش جاري او خلينا نقول كارنت اكام وانترست اكام هيك بدك يا مؤيد؟ بالضبط. هاز خليه نقط فاليو يعني. نقط. نقط. صح. هلا شو تضيف عليها؟ اكتبها كتابي اه. اكتبها كتابي. كتابي. شو كيف عرفها؟ طيب اول شيء تعرف هاي الريليشن وين سيل فاليو كونستنت صح ها شو بكون اكاونت ماله
مين؟ في شيء ثاني عارف الناحية الثانية؟ إيش ثاني؟ على فكرة إذا في is of بنعرف منقول تاي تاي مزبوط؟ مزبوط هيك؟ ديما لا يعني مش مزبوط لازم أقول الـ is of الـ inverse لا هاز طيب هل بضيف عاد بضيف هذا الشغلة هون عشان أساوي أنا بس أنا بساعدني وليد إذا ما عرفت إذا ما عرفتش وليد ديما تضيف إنه تايب إنه يبقى سترينج هي شو أكتب؟ تايب سبلاي مش سترينج حط سترينج وحط الكوم يعني. حط سترينج؟ تايب 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 سوري تايب ايكوال سب ست هو ايكوال ايكوال مجموعة لأنه هو مش لأنه لا لا سب تايب مين؟ الانترست هيك بكتبها يا بس في السلايدات ايكوال حتى سلايدات إيكوال؟ آه لا سلايدات بلش بعد عنه لا في سلايدات إيكوال آه أنت قاعد تتفرج وبتشاوبي؟ هاي صلاة الصبح مثلا كان يا لا أنا مش متأكد جزء إني غلط أنا عبير حكمي بيننا إيكوال ولا سبتايل؟ إيكوال شو ليش؟ لأنه خلص إحنا عم فيك سالي أنا هي سبتايل من السترينج خلص يعني تحددت على انها سبتايب بعدين بنحدد شو هي هاي او هاي ليش ايكوال طيب منى شو معناتها يعني تايب الها تو فاليوز يمكن تحط الها تو فاليوز الاولى والثانيه مشات فقره كارنت او انترست يعني انترست او كارنت لا بحكي مش ايكوال شوي ليش؟ ليش؟ يعني ليش انت تقولي انه ايكوال؟ انا بحكي لك ليش؟ انا هي فاليو كونسترينت صح؟ اه فهي انت محدد بهاي او هاي اذا لازم تكون يا هي هاي يعني فاليو كونسترينت ليش لازم تكون سب تايب؟ لانه طيب يا يعني بكون هاي او بكون هاي بكون شتني مع بعض في سب تايب منه من الست كلها شو انا قلت لك انه بكون شتني مع بعض؟ افرض انه في عندي اكاونت واحد اثنين ثلاث بعدين هون بصير واحد اثنين ثلاث هون بحط الانترست واحد اثنين ثلاث بحط ايش؟ كارنت شو بمنعك؟ شو بمنعك؟ اذا كان في يونيك على ال اذا كان في هذاك شيء ثاني بي انا مش باكي اعلم او ار يعني هاي من كوارث ال لا طب هو لا انا بقول سب تايب سب تايب انا وصلنا سب تايم ليش لانه التايب كان هولد وان فاليو ممكن تتكرر بس بال 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 هاي ايكوال لانه اذا حطيت سب تايب معناته في مجال انك تضيف فاليوز ثاني لل بينما بالاو ار ام مش ممكن يكون في اكثر من هذول النوعين من هذول التو فاليوز فبالتالي لازم نقول ايش ايكوال مش لا ممنوع يعني مش سب تايب لانه سب تايب معناته شيء اقل حتى انا طيب هو على كل حال بين الايكوال والسب تايب برات الشيء خيط انا ما بعقدكم مش بحاول بحاول اعمل ايكوال حطها ايكوال سلم يعني سكن تسلم مش كل شيء انا هون طيب شو اضيف لكم كمان اي شيء هسه بتقدر تعرفوا تضيفوه هون فضل شيء خلص ما عندك هسه عندك ال اكبر من واحد اقل من واحد خلص اهم شيء انه اخذنا بس سبعه ما حجبوها حطيناها بكفي طيب معناته بدي اعمل جمب على الهومورك طلعوا بدي بدكم الهومورك الاخيره ايوه لف فيها هلا طلعوا شو هي شو بده شو طلعوا نقرأها اقراها بنقول ذكرها كمان مره على فكره عشان لما خلص المحاضره
the central management of students profiles at the Ministry of Education is becoming an urgent need in the last years. شو معنى يا دينا فسر؟ يعني إنه يكون في إدارة مركزية لكل البروفايلز تبعون الطلاب من بالوزارة التعليم. يعني في حاجة في الآخر سنوات إن ندير ملفات الطلاب اللي هون University Students قصدي. Many students ترجمة عشان ترجمينها. Many students in Palestine. مو لا طب بدي اقول ليش مو from one university to another مزبوط and they need to transfer their academic records مزبوط هلا كيف تعمل ترانسفير لك academic records بجيب كشف علامات تصدقه بتروح انه اساس انه مصدق شو بعرف الجامعه ما غيرته بتعرفش انك زورته ليه ما الجامعه تاخذه من الجامعه وتريح راسها او تاخذه من الوزاره لا also كمان The Ministry of Higher Education needs to certify the diplomas and mark sheets of students. لما تأخذ كشف علاماتك بتروح صدقه طب بلكم زوروا ها هذا على فكره government طب بلكم زوروا كيف صدقت عليه صدقت على اللون الاخضر تاع الختم تبع جامعه بيرزيت طب شو بمنعك تعمل ختم كلف 5 شيكل 10 شيكل ها بخش هذا. Moreover, there is a need to centrally manage or monitor students financial aids. مش في عنا financial aids تيجي مرات خلال الانتفاضة وكذا وإلى آخره. طب بلكي أنت مسجل ماجستير في النجاح وماجستير ثاني في الخليل وبتأخذ قاعد أو بكالوريوس بتأخذ مساعدتين أو Therefore, لذلك, the Ministry of Higher Education has decided to build a national student registry. قرروا إنهم ينشئوا registry سجل لطلاب الجامعات على مستوى الوطن. Such that each semester, every university has to send the academic record of every student to the Ministry of Education. كيف كل ما تفتح في البنوك كل ما نفتح اكاونت في اي بنك شو بصير يا عمه سلطه النقد لازم تخبر سلطه النقد مزبوط لا تفتح اكاونت لما تفتح اكاونت لا كيف لا طبعا تفتح حساب في البنك العربي خبر سلطه النقد عم تفتح حساب في البنك العربي ولا لما بتعمل ترانسفير مش هاي الترانسفير بتروح مش لازم نعرف انو اللي عنده اكاونت اللي بيرجع لهم شيكات مثلا مش لازم نعرف انه اللي بيرجع له شيكات في كل البنوك احنا غيرنا الموضوع هون مش سلطة النقد بتعطيكم هاي السيرفيس يعني بعض المعلومات مش كل بعض المعلومات العملاء لازم تكون سنترلايز بسلطة النقد الفلسطينية كيف معناته في معلومات عني انا في سلطة النقد اذا برجع لك شيك او بصير معك حدث معين بس طول ما انت بالسليم ما بنبلغ سلطة النقد لانه جاء دكتور فتح لنا حساب بس وراح طيب لما اعطي شك من لحدا وحدا مش بصير كليرنس بصير مقاصة طب هاي المقاصة مش فيها اسماء الناس وارقام حساباتكم؟ احنا بعثها من ذاك الوقت يعني انت ما هو شو تسنان شو تساوي هي؟ تاخذها وتحطها يعني هلا الجامعة كل اخر الفصل بعد ما نخلص ونثبت العلامات كل الجامعة شو تساوي؟ تبعث لسلطة النقد الى وزارة التعليم العالي شو؟ علامات الطالب علامات الطالب الاكاديميك ريكورد The ministry will then, شو مالها؟ Update and integrate the academic records according to the data combined from all universities into the national student register. وضح المشكلة والحل. هلا شو المطلوب؟ The ministry wants to specify a shared vocabulary. هلا على كل حال أقولكم هون أنا بديش أقرأ. بقرأ في المحاضرة الجاية. اللي بدي إياه هون بدي ORM schema. لإيش؟ لهي ريجستري للأكاديميك ريجستري تبعات ايش اللي بتودي مش الجامعة بتودي على بتودي اشياء صح هاي الاشياء اللي بتوديها الجامعة بدها كلها تكون انتجريتد والجامعة يحطوا يعملوا داتابيس ويبنوا عشان يخزنوها فيها مزبوط
بدي الأورم مسكين من هذيك الداتابيس. طب شو بدي نكمل معلومات عن في كلبها؟ أنا طالب والجامعة والتخصص. سويتوا نصها هاي أنتوا، سويتوا ثلاث أرباعها على فكرة، صح؟ طيب ضبطوا لي إياها هاي. بدك إياها ديسكربشن نجيب برضه؟ شوي. هاي ضبطوا لي إياها، شو يبقى فيها علامات؟ أنا بقول لك شو بدي يبقى فيها علامات. محدد أنا. Students are strongly recommended to use three different mark sheets. بده يبقى فيها بالضبط الداتابيس، يعني الداتابيس تبعت الوزارة بده يبقى فيها معلومات. أنا مش طالب أكثر من كشف العلامات اللي بتعطيك الجامعة. كشف علامات، عارف شو يعني كشف علامات؟ عمرك أخذت كشف علامات؟ شو يبقى فيه؟ اسم المادة، عدد الكريدت أورث، ناجح، ساقط، كل هاي المعلومات مزبوط؟ صح؟ بتجيب ثلاث كشوف علامات من ثلاث جامعات مختلفة بتقول آه لو بتصمم داتابيس، طبعا ليش أصمم داتابيس؟ لو بتصمم داتابيس كيف شو كيف هيك؟ آه هاي سهلة، تيبل هون وتيبل هون وما آخره، صح؟ أنا بديش تيبل، شو بدي؟ بدي إياها بالـ ORM. بدي إياها بالـ ORM. هذا المثال بتسوي بتسلمني اياه بالORM وبتسلمني اياه في ايش؟ بالديسكريبشن لوجيك. في الORM وفي الديسكريبشن لوجيك. الORM اللي هو حكيته اول والجامعه والتفاصيل كلها. قلت لك اللي بتغطي لي اجيب ثلاث كشوف، يعني كشفين او ثلاث كشوف، بدي اكثر من واحد، يعني كشوف العلامات تاعت الجامعات. شو فيهم معلومات؟ يعني لو بدك تكتب لي شو فيهم معلومات بدي اياها بالـ ORM. يعني بدي ORM يعني تايبس هنا، مش المعلومات بحد ذاتها، مش انس وماهر ونرجو انجينيرنج وكذا، ونقول طالب وماده وناجح وساكت وعلامه وجسم الجامعه واسم التخصص وال 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 وال. هاي المعلومات بدي نرسمها بايش؟ بالـ ORM. لما ترسموا لي، يعني بحكي لكم بعدين انا، بس لما ترسموا لي هبل ORM تعطوني هبل ديسكريبشن لوجيك، عشان لما اشرح لكم الار دي اف اس بقول لك بالله تروح تسوي لي هاي السكيم، عملها بالار دي اف اس، بعدين بقول لك عدل عليها انت عشان تصير قوي. هذا هو المشروع اللي بلم لي كل الاشياء. معنا اسبوعين، هلا معكم اسبوعين من هون تتوصلوا الاول، يعني مشان بعد العيد، ما هو المحاضره بعد اسبوعين، المحاضره بعد العيد بنجيبه معنا، منيح بتجيبوها مع الار دي اف اس والار دي اف، لان اليوم احنا بنخلص الار دي اف اس. خلينا بداش احكي بحكي لكم بعدين، معلش اسمعني بحكي لكم باخر المحاضره الجايه. خلينا نوقف ناخذ بريك عشان نشرح الار دي اف اس. في شغله مش عارف أنا أكتب، أتذكر كنا نكتب ليش الـ all والـ exist والـ mandatory والـ هيك. إذا في mandatory وإذا في uniqueness ارجع على الـ exam. يعطيكم العافية.